بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء المضفرة وبدعم من المجمع الشريف للفصفات والمكتب المديري لنادي أولمبيك خريبكا، ينظم نادي أولمبيك خريبكا فرع رفع الأثقال دوري في رفع الأثقال تحت شعار المسيرة الخضراء عبقرية ملك وشعب، بمشاركة كل من أندية خريبكا وأولمبيك الجديدة وأولمبيك اليوسفية ونادي القدس سيدي مؤمن. ولعل اختيار هذا الشعار له عدة دلالات يجب ترسيخها في الناشئة المغربية والشباب المغربي. عفوا. فالفكرة المسيرة الخضراء كفكرة يعني من الصعب أن تكون في ذاكرة الإنسان، ولكن الملك الراحل الحسن الثاني كانت لديه هذه العبقرية، ثم كانت هناك آليات تنفيذ هذه الفكرة وهو الشعب المغربي، الشعب الذي لبى نداء جلالة الملك وذهب إلى الصحراء ليحررها بطريقة سلمية حاملا الراية الوطنية والقرآن الكريم. لذلك فالشعار المسيرة الخضراء عبقرية ملك وشعب له أكثر من مدلول، وأعتقد أن الخلف الذي يسير الآن المغرب يسير بطرق وبخطى حثيثة نحو التقدم والازدهار في جميع المجالات، وأعتقد شخصيا أن الخطاب الملكي السامي الموجه بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء فيه عدة إشارات موجهة إلى جهات معينة. فالمغرب آمن في وطنه وفي أرضه وفي صحرائه، أحب من أحب وكره من كره. وأعتقد أن هذا الاحتفال اليوم بهذه الذكرى يدخل في إطار احتفالات الشعب المغربي قاطبة، وأتمنى أن يرسخ هذا الحدث في قلوب ونفوس كل المغاربة. وشكرا. محمد نحاسي مدير التقني الوطني ومدرب نادي أولمبيك الجديدة. في البداية كنشكروا نادي أولمبيك الجديدة الاستضافة ديالو بهذه المناسبة اللي كتدخل في إطار البرنامج اللي كينظمو نادي أولمبيك خريبكا وبالتنسيق مع أندية التابعة لمجموعة مكتب شرف فصفات. وحنا في البداية في حقها في هذه المشاركة في فرصة باش كنزيدوا بهذ الأبطال ديال نادي أولمبيك خريبكا ونادي أولمبيك الجديدة ونادي أولمبيك الجديدة كيرفعوا المستوى ديالهم. وحنا الحمد لله كنشوفوا الصبيحة بأن أرقام جديدة البعد الرباعي داخل الأندية التابعة لمكتب شريف الصفات.
معكم ايوب بقالي من مدينة اليوسفية بطل العرب في 14 قال ست الميدالية الذهبية كانت منافسة قوية من ضمن 12 دولة منها مصر الجزائر تونس ليبيا كانوا افارقة كثير الحمد لله تكلاسيت بروميان نافست مع مصري وفي 10 رايه المغربيه وكنشكر نادي اولمبيك اليوسفية والجامعه الملكيه المغربيه في 10 رايه وكنشكر الجمهور المغربي والحمد لله ان شاء الله نتألقوا البطوله الاولمبيكيه 2016 برازيل ان شاء الله نكونوا في احسن مستوى. Thank you.